صباح الخير فرح، صباح الخير علاء، صباح الخير جميع مشاهدينا الكرام. أنا الآن في مدرسة الشروق للمكفوفين في بيت جالة، وحيث سنسلط الضوء في هذا الصباح الجميل على المبادرات، على الإنجازات التي تحققها هذه المدرسة، وأيضا على المستوى التربوي في محافظة بيت لحم، حيث فازت المبادرة الفردية من قبل المدرسة شيرين صبح للتربية والتعليم. هذه المبادرة التي كان عنوانها التواصل مع الطلبة ما قبل المدرسة، أو مع المحتاجين ما قبل المدرسة في أثناء وجودهم في بيوتهم، وحيث أن مع جائحة كورونا ومع الظروف الصحية والوقائية والإجراءات التي اتبعت وابتعاد هؤلاء الطلبة عن المدرسة وعن المؤسسة، كان لها دور كبير، دور إيجابي في يعني التواصل مع العائلة. سأتحدث أكثر تفاصيل حول هذه المبادرة ونجاعة هذه المبادرة مع المدرسة أو المشرفة على هذا البرنامج شيرين صبح. يعطيك العافية، صباح الخير، جهود مباركة، مبارك لك هذا الإنجاز، وأيضا شكرا لأنه يعني لهذه المبادرات بتقوم فيها حتى أنه نحمي هؤلاء الأطفال الصغار في هذه المراحل، نعطيهم حقهم في التعليم. حدثينا أكثر عن هذه المبادرة وكيف استفدت منها أو استفاد منها المجتمع أيضا. يسعد صباحكم جماعة. كان الهدف من المبادرة هو تسليط الضوء على أهمية دور الأهالي، أهالي الأطفال ذوي الإعاقة البصرية في مرحلة ما قبل المدرسة، وكديش أهمية أنه يتفاعلوا مع تأهيل أبنائهم داخل بيئة البيت، خاصة في الأحداث اللي صارت خلال فترة الكورونا والإغلاقات يلي منعت هدول الأطفال أنهم يتواجدوا في مدارسهم أو في المراكز التأهيل. فكان الانطلاق انه نبدا معاهم ضمن الامكانيات المتوفره عند الاهالي، سواء من حيث امكانياتهم، قدراتهم في التعامل مع البرامج التكنولوجيه وغيره، كمان من المواد اللي ممكن يستفيدوا منها في البيت. فكان كل الهدف انه انا استمر شغل مع ابني بدون ما اضطر انه اتنقل او اني استخدم اشياء مكلفه. بس انا بدي اوضح ان هؤلاء الطلاب لهم خصوصيه، يعني مع الاهل، يعني اذا كانوا في البيت لهم خصوصيه، الاهل لازم يتدربوا ويتعلموا كيف بدهم. انت بالنسبه لهذه المبادره راعيتي فيها هذا الشيء، انه كيف الاهل هم يشتغلوا على اولادهم باعتبار انك انت موجوده كانك معهم او هم موجودين في المؤسسه. صحيح، احنا كانت الخطوه الاولى هو اني انا اشتغل مع الام، اوضح لها كيف يعني شغل مع طفل ذو اعاقه بصريه، بحيث انها هي تكون الاخصائيه يلي بتشتغل مع ابنها داخل البيت. تم تعريفهم كمان على شو يعني تقييم بصري لابني، شو انا المصطلحات اللي عاده تستخدم في تاهيل ذوي الاعاقه البصريه، بسطناها بحيث انها تكون عرفتها الام، وبالتالي تنطلق منها وتشتغل مع ابنها. في نفس الوقت احنا خصوصيه طلابنا انه مش بس اعاقه بصريه، احنا عندنا مشاكل مصاحبه، فكمان الام اخذت دور انه اعرف هاي الاشياء، انطلق فيها، اخذها بعين الاعتبار. يعني هي مش بس قراءه كتابه، عمليه التعليم وعمليه التاهيل هي في جوانب شامله، وبنفس الوقت انا لازم اشتغل على استقلاليه وقدرتي كأم على اني اتواصل مع ابني بطريقه ناجحه بحيث انه اساعده على التطور. انتم بعثتوا لهم اثناء التنفيذ بعثتوا اشياء، مستلزمات الاهالي، كيف انه يعني هذا الشيء يتعاملوا معه، خاصه انه انا بركز على شغله مهمه، انه هؤلاء الطلبه او هؤلاء الاطفال هم بس يعني هم يحتاجون الى يعني او يستخدمون السمع اكثر، يعني خاصه انهم فقدوا البصر فهم يحتاجون الى السمع. هل هناك وسائل اتخذتموها اثناء تنفيذ هذه المبادره؟ هلا احنا بالاساس اعتمدنا على ما توفره البيئه. ليش؟ لانه عاده المستلزمات والادوات اللي تستخدم في التاهيل مكلفه وبتم استيرادها من الخارج، خاصه الاعاقه البصريه. لهيك احنا دورنا شو البديل، ايش في مجال الام تستخدم ادوات من المطبخ، ايش في مواد في البيئه المحيطه زي حديقه البيت ممكن انا استغلها لحتى اطور ابني واساعده في مهاره التاهيل. الاشي الاهم كمان انه احنا مشكورين في محافظه بيت لحم، محافظه بيت لحم، وكمان بالتنسيق مع بعض الاجهزه الامنيه تمكننا من انه نبعث رزم باوراق عمل موائمه لطلابنا لحد بيوتهم. يعني قدرنا بالتنسيق مع الاجهزه الامنيه، مع محافظ بيت لحم، مع هاي الجهات الرسميه انه سهلت لنا، لانه بتتذكروا انه كان في حواجز بين المحافظات وكان ممنوع التنقل بين المحافظات الا باذن خاص جدا. فكمان احنا ما بننسى الاشخاص اللي مدت لنا يد العون وساعدتنا بكيف انه نوصل حتى رزم وادوات وقرطاسيه ومواد اساسيه يلي الاهل ما قدروا يوفروها.
خاصة في الإعاقة البصرية الجزئية مثل الحامل الكتب، نحن ودينا الإضاءة الجانبية، الأشياء اللي زي هيك استطعنا من خلال التعاون مع الجهات الرسمية في محافظة بيت لحم أو في الخليل لحتى نوصل لهم. أنا بدي أحكي يعني بما أنه هذه الأشياء اللي عملتوه هذا إشي كثير ممتاز، لكن هل كان لذلك انعكاسات على الطلبة الموجودين الآن؟ كيف هل حسيت أنه هذه فترة الانقطاع يعني تأثروا فيها، خاصة أنه هذه المبادرة هل ساعدت وساهمت في أثناء عودتهم في هذه الأيام إلى هذا المكان أو المدرسة، أنه عمليا هم كأنهم انقطعوا عن المدرسة بشكل عام؟ هلأ شوف، كل أطفال العالم تأثروا بالانقطاع، ولكن الفرق اللي كان عند لكن هذا الموضوع له خصوصية أكثر. أكيد هلأ الخصوصية أطفالنا أنهم هم كانوا في أغلب الأيام أو ما قبل الكورونا كانوا في سكن داخلي. هذا السكن الداخلي كان نوعا ما مؤثر على الحالة النفسية للطفل، عملية انفصاله عن الأهل، فكانت عملية التأهيل عندنا تأخذ وقت أطول وتأخذ جهد أكبر. لكن لما انتقلت العملية للبيت وصارت الأم هي اللي تكون في هذا الدور، صفى أنه الطفل عم يحرز نتائج أسرع مما كانت عليه لما هو كان منفصل عن أهله. صفى كمان في تواصل كتير ناجح وإيجابي ما بين الأم وما بين طفلها، ما بين الطفل وإخوته، لأنه عادة بكون هو بعيد عنهم لفترة أسبوع، بشوفهم فقط لفترة محددة اللي هي نهاية الأسبوع. لكن لما انشغل معه بالبيت هو حس أنه أنا ما ابتعدت عن أهلي، أنا موجود بين أهلي، بنفس الوقت أمي اللي عم بتشتغل معي. ففي أطفال عنا نعم عملوا قفزات كتير كبيرة وإيجابية، وهذا كان طبعا ليش؟ لأنه الأم هي اللي أخذت الدور، كانت المركزية للأم بأكثر ما أنه لا أخصائي أو شخص غريب عن الطفل. طيب أنا بدي أحكي على الوضع الداخلي الآن والوضع الاستقرار اللي بتعيشه المؤسسة، إن شاء الله بظل الإجراءات الصحية والأمور الصحية كثير يعني طبيعية إنه إحنا ما نتأثر بإذن الله تعالى في الأيام المقبلة، خاصة مع الموجة الرابعة من كورونا. لكن أنا بشوف إنه مثلا في طلاب هون وفي حدا يعني متخصص عماله بعطيهم في يعني في دروس، وكل يعني بدي أسأل كل فرد هون له حدا متخصص ولا أنتم بتعملوا مجموعات، أو كيف الأعداد يعني كيف تتعاملوا مع الطلبة الموجودين هون؟ هلا بدك تعرف أنه بشغل التأهيل والتربية الخاصة ما بيكون زيه زي أي صف عادي، كل طفل له خطة تدخل خاصة حسب احتياجه. يعني أنا ما بقدر أعمم إيش موجود مثلا بخطة عامة وأقول آه بتمشي لكل الأولاد، نحن منحط له خطة وفق قدراته، بيكون شغل مزدوج، يعني أحيانا بشكل فردي وأحيانا بشكل مجموعات، كله لحتى هو يمر بكل الخبرات ولما يندمج بالمدارس النظامية يكون جاهز ومتقبل فكرة أكون موجود بصف وبيني زملاء، يعني بين زملائه. أشكرك على هذه الفقرة، أشكرك على هذه المعلومات، أشكرك على مبادرتك، أشكرك على جهودك النيرة في تعليم هؤلاء الطلاب. نحن كلياتنا مسؤولين أن نكون معهم، مع هؤلاء الطلاب، أنه نعطيهم نقدم لهم الخدمة حتى يعني يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي. هذا يعني ما لدي علاء وفرح فيما يتعلق بهذه المبادرة وهذه الجائزة التي حصلت عليها هذه المدرسة، ونحن نشجع الجميع، يشجع مثل هذه المؤسسات لكي تقوم بدورها في إعطاء الخدمة الكاملة سواء التعليمية أو الرعاية الصحية أو ما شابه ذلك لمثل هذه الفئة التي تعاني من إعاقات بصرية وإعاقات أخرى.